أنا كمعلم فلسطيني أؤمن دائما من حق أطفالنا العيش بحرية وبسلام، من حق أطفالنا أن يعيشوا طفولتهم. إذا شعرنا بداخلنا بخوف، الخوف يتحول إلى كراهية، والكراهية تدمرنا من الداخل. فالمعلم الإنساني الذي لديه إنسانية عالية يحرر طلبته من الخوف ويحولهم إلى طلبة يتحلون بشجاعة عالية. فاللعب كان الحل لإخراج هؤلاء الطلاب من حالة العنف خارج المدارس. استخدم إعادة التدوير، مسرح الدمى العرائس والدمى لدي من منشر للغسيل، الكرسي المتميز من حاوية النفايات. مسؤوليتي كمعلم أن أحمي هذا الفرح. هدفي الأساسي غرس منظومة قيم وأخلاقيات في سلوكيات طلابي ثم نقل المعرفة.